السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتدي محاضرة ومحتاج وايت بورد او سبورة تكتب عليها، فكانفا بيقدملك الموضوع ده. طبعا في مواقع كتيرة بتقدم الوايت بورد، انا عارف، ما عنديش اي مشكلة خالص. ميزة كانفا ان انا بستخدمه في حاجات كتيرة جدا جدا يعني، فهو من ضمن الحاجات اللي هو بيقدمها الوايت بورد. ممكن يقدم لك كمان مايند ماب، بيقدم لك ويب سايت. الفكرة ان هو بيديك تمبليت وانت بس بتعدل بعض الحاجات. يعني ممكن ابدأ وايت بورد فاضيه خالص، بلانك، تمام، ابدا من السكراتش وارسم عليه، او ابدا بحاجه زي كده. يعني انا بشرح للطلاب مثلا حاجه، فابدا بحاجه منظمه بالشكل دوت، مثلا حاجه بتنظم البروجكت رود ماب اللي موجوده، او حاجه مثلا بتنظم كده، مجرد بس ان انا اغير بعض الحاجات. افترض ان انا عايز ابدا وايت بورد فاضيه خالص، فانا اخترت كده. والتولز اللي موجوده هنا دي موجوده في اي حاجه تختارها. يعني لو انت اخترت ان انت تعمل صوره، تختار تعمل فيديو، اخترت تعمل موقع، هي نفس الحاجات اللي هنا. في عندك ان انت ممكن تختار تمبليت، اول ما تدوس التمبليت ده كله يتطبق بالشكل دوت. مجرد ان انا اختار الشكل اللي انا عايزه، تمام، اسحب، بيتحط بالشكل دوت، وابدا ان انا اعدل. يعني مجرد ان انا هاجي هنا اغير بس بعض الاسامي، انا نزلت كذا واحده، فتنزل بس بعض، تغير بعض الاسامي، تبدا انها تتغير معاك. يعني ممكن تعمل زوم وتروح كاتب مثلا اي كلمه انت عايزها، مثلا اهوت هبدا ان انا اغير. وهو عنده الذكاء الاصطناعي موجود، بحيث ان انت عايز تكتب انت تخليه هو يكتب، مفيش اي مشكله خالص. عايز تكتب انت مفيش مشكله، تمام، اهي ماجيك رايت، وتقول له اكتب لي مثلا عن الحرب العالميه الثانيه. طيب كمل كتابة، يعني عايزك تاخد الكلام ده وتبدأ انت تبني عليه، اختصر لي الكلام دوت. فبص على طول كتب لك كلام كتير اهوت. مجرد بس هنيجي هنا نغير اللون، فهتلاقي نفسك مستمتع وانت ايه شغال على الوايت بورد اللي هو بيقدمها لك. تقدر تكتب تكست، يعني انت عايز تكتب حاجة معينة، فتقدر تكتب اي حاجة انت عايزها بأي شكل انت عايزه، يعني بأشكال حلوة. مجرد تدوس وتغير الكلمة، تمام، تقدر تكتب اي حاجه انت عايزها. هو مديك مساحه حلوه تبدا ان انت تشتغل عليها. تقدر تحط نوتس، تقدر تعمل تايمر، تمام، وتبدا تحسب، وفي اي لحظه تقدر انت تغيره وتزود دقيقه. فهو مديك امكانيات. طيب انا عايز ارسم، انا اصلا سبوره جايب عشان ارسم، مفيش مشكله، اقول له درو وابدا ارسم اللي انت عايزه. عايز ارفع صوره، هقول له ابلود وابدا ارفع صوره. دي صور انا كنت رفعتها قبل كده، مجرد تسحب وتحط. عايز تسحب جديدة هتقول له ابلود فايلز، فهتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. طيب خلصت، ممكن اعمل شير واشير مع الاصدقاء، ممكن اشير اللينك اللي موجود، تمام، اخليها مثلا اني وان، اي حد هيلاقي اللينك ده هيبدا يدخل على طول. عايز اعمل داونلود، اقدر اعمل داونلود. عايز اشير على السوشيال ميديا، اقدر. فمديك امكانيات حلوه جدا ان انت تستنفع بالحاجه اللي انت عملتها.